اختي صفية جات تخطب لوليد هنسي. مرحبا بكم. خالتي عيشة رحبت بيهم في دارها. هذه هي أحلام، تقرأ في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يدي ونصال دوبا. وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جابيل الجديد، تركيبته الفعالة، يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب. توب جابيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانية. بابا بابا شنو هذا؟ حليب. حليب؟ لا لا بابا، احنا نشربو حليب رامي. وعلى بالك على خيام حليب رامي. حيوية ابروبو فيتامينات منا. رامي غني بأحسن الفيتامينات ومصنوع في أجود مصنع في الجزائر بتقنيات ألمانية حسب المعايير العالمية. الحليب رامي لكل من تحبون. تجدون دائماً القدرة على منحهم أفضل ما عندكم وتختارون الجودة. لإعداد فطور الصباح المثالي لهم. ولكن أحياناً فقط زبدة الراعي تكفي. زبدة الراعي مأخوذة من أجود المراعي. فهمت على شقيتي روحها كاميليو، انا درت لي عليا دغيا طوطو عليلو شي ميريت بيان اون بلوس سي مون ريستو بريفيري. À chaque fois que je mange ici, ça me fait voyager en Turquie. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Evet, yemekler. Çok güzel. Toto, uşkult, uşkult. Kasba İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. Boutique du voyage. Tunadın. للمزيد من التفاصيل اتصلوا بنا على الأرقام التالية. فواياج بوتيك، رحلة ماجيك. كريم بونجور، أروع شعور لأحلى فطور. هذا البرنامج برعاية رامي. مع توبسول فريشور لافاند، عطر جميل يغزو منزلكم. توبسول ينقلكم إلى عالم آخر من الأحاسيس. للمزيد من التفاصيل اتصلوا بنا على الأرقام التالية. فواياج بوتيك، رحلة ماجيك. كاسبا إسطنبول. Gerçek ustaların ellerinden.
ne t'es pas mariée jusqu'à aujourd'hui. صح مريم عندها الحق. Pourtant t'es mariée avec Walou. أخوك بيفهم روحه. آه؟ والو بالك عوينة ليبيا. صنيب مرحبا بتي بالعكي هاي عيني. أنا كي موالف نروح للعرس ونعاود نولي للدار نجي خارجة على عقلي من البكا. وش بيك يا العين وعرة قدر حياتك ما تزوجش. يما بعيد الشر. Surtout moi, quand je poste une photo sur Instagram ou bien Facebook, j'ai une angoisse, je commence à trembler, je sais plus qu'est-ce que je fais. On peut être tartek. Khlina, khlina. Yasmine, Halil, où est-ce que tu es? Je ne sais pas, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Continue. شوفيني كي شكون ودعمي هذو ماشي كواسر كيفاش يا خير بون كاين حاجه يتبدل يا نبعث لك لداركم ميساج ودعمي على بالك بلي في الدار ما عندناش قالت لي فيزيون شباب كيما هذا يو على على تلفزيون جديد على لاباس عرفتوه نادم مغموم مقنوط وزيد كمل لي التلفزيون يطرطق علاه واش بيك يا ودي جوار دوكا كاع راه عندي تحتها في الباركينغ سامين ألف النيفو 10,000 تاع باركينغ مقدش يعطيها لي يخلص 350 مليون في الشهر وين راه؟ أو تعتها في الحومة بالمرسيدس يدير في البرد للغاشي أني جاي ومن ثم أروح لداركم يا حام بابا ويا راه طنوبيتا كي دايرة بقى غير ماتريكين ما تقوليش اللي قلت لك عليه دوكا مرديسة صبيضة هي خلاص سحنون خويا حي عليا عليلو شوف اختك عندي الشوربه تاع فريك فيرميسال ايه روحي بنت عمي ياسمين شاطره مصغرها يا سحنون يا حي عليا من وين تهدي سحنون منين ذاك غينا هنا سنايبر كي مي عب الخاطر عليلو عليلو الصبري الو وي ختي غنيه حتى انتم عندكم تلفزيون شباب turbulent, tu me déranges et j'arrive pas à me concentrer. Ah bah bah bah, ça t'a hâdré français mليح. Allah yisalmek, kish ma jib lik haja tchroubha, la takulha, la... Oh, rani hassa rouhi tbeddelt. Wach kayen, rani nhadar arabiya. Ya, habsi, ki maraki, fommak wach sayer dayer fih. Shno? راني نفهم فرنسي راني نفهم فرنسي اسمعي كاينه حاجه انا نفهمك كملي هضري هي محنوتي هي محنوتي الحمد لله يا ربي روح على الباب على الباب خليني نحتفل بهذه المناسبه صاحبتك 20 سنه ما فهمتهاش وشو صاير وشو صاير ضايب بسكوتش سيما انا نتاع فرنسي الحمد لله يا ربي شوف اسمع كاينه حاجه هذه صوت خديجه نحبك تعين لي خويا كلمه خويا درز عليها مش خويا كاع صاي اي محنونتي راني حسيت بدلت والله ما راني فاهمه روحي واش صرات الحمد لله يا ربي انت عارف فرنسيني نفهم هذه الطفله زيد تكمل لي على خويا هذيك والسلام عليكم هاي جات جات مساء الخير عليكم مساء الخير خديجه شكرا لاباس الحمد لله الحمد لله علينو على بالك توحشت واش توحشتي توحشت الشارجور ديالي اختو مشي تقول بنادم دوك يضربها بسحنون على الوجه ما تنساش يا خويا علينو اسمع خويا درس ودعم عليلو بصح هذه خديجه عينيها شعل شابين ايما ايما ني شوف زوج يا خديجه ما قلتهاش هذه شكون ايما مخدني بعينيا مخدني ما باليش وسرا راني نشوف زوج خويا عليلو انا ماشي خوك يا ايما يا ايما توخد في عينيا توخد ما تقلقيش خديجه ما تقلقيش ان شاء الله تبراي ان شاء الله خديجه هذا مشعل خمسه حبسة فور أكتوب خديجة تبدلت قاع ولا غير تخلي لي 18 على بالك تعين لي خديجة عينيها دارو تبقى هكا نخوه خديجة إن شاء الله يا ربي كون جات في عيني سحنون ومشي في عينك
عطيك الصحة خويا عليلو. ياودي كيفي سحنون وما تجيش بيك وشن؟ والو كاينة حاجة سحنون هذا قاعد حينتي خديجة. كيفاه؟ اسمح لي سحنون حبك بزاف عيان وقبيح نروح أنا فيه. خديجة عبك بلي مانيش حاقلك هاكي تشبيه المرت بوبي كي تعورت مسكينة وجهها تسقم صافا. ودا ماليلو بصح هذه السيرفات يا حبابك سحنون سيرفات مشارية جديدة شكارة دراهم راكم هنا حليلو سمعت باللي ياكم عروضين السابع وانا ما تعرضونيش مانيش فاميلتكم ما كفرش سبع سنين هيك زهور سحنون قوم بها. ودا ماليلو بصح هذه الطفلة صحتها في لسانها هكا تحبي سنايبر خويا عزيز لساني راهو مقلوب ما راني فاهمه والو ومخي راهو حبش صح ولا غير صح انا سحنون راهو محيرني سبحان الله راني فاهمه والو بصح غاتصني غير كامي مسكينه تنحت لها الفرنسي راهي عندها غير قيس الف راك برك عربيه والله غير صح 1500 عربيه انا الحاجه المليحه صاحبتك هذه وليت نفهمها والحاجه العيانه سحنون يدير لي البرد بالعين وليت نمرق منه وندير له حساب سحنون اللي راح في القرنون نخاف نجوز عليه عيني واعر عنده سنايبر في عينيه بصح ما شوش ندير نقول لك حاجه يا سحنون والله ماني طالك عليلو انا اللي عندي الحل سحنون هذاك لازم له واحد عنده لي ميسيل كتر منه وانا على بالي شكون كيف يا سحنون هاك حس روحك نورمال بوتشك هاكا لا باس الحمد لله يدخل لك في الدي جويته شغل يصدم هاكا ديرك بالعين واعر بزاف قبيح ودعم ايش هذي هذي يا شغل كابيتان عمي محمد شغل مالديني في وقته قبطان نسوقها نورمال بصح انا مامو جي في اليسرى داركم جايه في اليسرى ليك رايح ليها ان شاء الله باذن الله يا حمبابك اه نورمال ريح وليد عمي راك هنا في دار عمك الريح ما يقيسكش وش حبيتوني نقول لكم وليد عمي وحتى ماتوا الفاميليا كنت حنحاوزه بصح نقبطلو على بالك عنده اوبسيون قديمه في العين سحنون تقدر تروح تحل الباب سميه سمينة يتسيق في البالكون صاي انا جاي ذاك الوتش اللي عنده كوب ديمون صدقني غير كوب ديمون تاعي مركت منه اني غب عليه اني مارق منه فوق بابا دعمي واحد السيد مهبول جاي حوس عليك صدم نيشان هادي ماشي مهبول هذا حسين جارنا موسوس تنخلع كيف حسين وجا الوا ايا هضر مع هدا تبهدينا يا حسين وجا قاسم انا جيت في بلاصتو في الحقيقه رميتو علينا شويه ما شما خلنا لابس قلت نروح للدوله نشكي هذه الشيريه سمين رميت الماما البالكون شو خويا صح فيستك شابه بزاف يا ما صرالو والو الله يسلمك تعجبني ربي جاتني صغيره شويه لا كفاني شاطر وودنك جاو شابين وشتالو فيك جاتك فوو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 و
الدورة كحلة في العين كما يقولوا الناس بكري العين طيحها غير العين يا قل حيو İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. Ma Topsol Fraîcheur Lavande, عطر جميل يغزو منزلكم. Topsol ينقلكم إلى عالم آخر من الأحاسيس. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. كريم بونجور أروع شعور لأحلى فطور فهمت أنا شقيتي روحك كاميليو أنا درت لي عليو دو ريا طونطو عليلو tu le mérites bien en plus c'est mon resto préféré Ash.
chaque fois que je mange ici, ça me fait voyager en Turquie. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Evet, yemekler. Çok güzel. Toto, uşkult. Kasba İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. جديرة من زبدة الرعي، لست الوحيد الذي يفكر بها. طبعا طبعا شنو هذا؟ حليب. مش الحليب؟ حليب. لا لا طبعا احنا نشربوا حليب رامي، وعلى بالك على خير ما حليب رامي. هيا ويا فيتامينات. رامي غني بأحسن الفيتامينات ومصنوع في أجود مصنع في الجزائر بتقنيات ألمانية حسب المعايير العالمية. الحليب رامي. خالتي صفية جات تخطب لوليدها نسي. مرحبا بكم. خالتي عيشة رحبت بهم في دارها. هذه هي أحلام تقرأ في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يدي وين سال دو بان؟ وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جافيل الجديد بتركيبته الفعالة، يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب جافيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانيه.